يبصوا صورة سلبية عن مصر. لا، مش هي دي مصر، لا دي مصر عظيمة فعلا. ويسألوا الأجانب ويسألوا الأغراض اللي بيجوا، قولوا لهم انطباعكم إيه هنا في مصر؟ شوفوا هما هيقولوا إيه. أنا ما بقولش اسألوني أنا علشان يعني درجة المصداقية ممكن تتاخد كده ولا لا، اسألوا الأغراض قولوا لهم إيه رأيكم في مصر. فبنقول إن المبادرة دي فعلا يعني بتوضح لشبابنا قد إيه مصر حلوة وقد إيه مصر جميلة وقد إيه مصر فيها إمكانيات عظيمة. إحنا إيدينا في الدين بعض. إذا كان هناك سلبيات ماشي، مفيش دين مفيش سلبيات، مفيش شخص مفيش سلبيات، الكمال لله واحد. ولكن بنقول شطارتنا إن إحنا نحط إيدينا على السلبيات ثم نحسنها أو نعالجها، ولا نجلس نتباكى عليها ونشكك في بعض في السلبية. طب ما احنا في الدين بعض، لأن دي بلدنا كلنا. البلد ماهيش بلد الحكومة ولا بلد السلطة التنفيذية ولا بلد، لا دي بلد المصريين، بلدنا كلنا. كلنا نعرف مواطن الجمال وننشره، كلنا نعرف مواطن الضعف فين. وبدل ما نقعد نعاير بعض ونشكك بعض دي، لا نحط ايدينا في الدين بعض. مواطن الجمال نزيدها جمالا، ومواطن الضعف نبدا نحط خطتنا ان احنا فعلا نتلافى هذه السلبيات. اعتقد ان ده برضه نقطه مهمه.